الطريق، وإذا به يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال علي الأكبر: أبا أراك تحوقل؟ قال: بلى، سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير خلفهم. وفي نص آخر: والمنايا تسير بينهم، يعني في وسط الركاب منايا كل شخص تحوم على الأفراد. هذا تمحيص. فقال: أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي، أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا؟ إلى أن هذا متى قاله الحسين؟ لما كان الحر يساير الحسين، الحر كان يساير الحسين وقال له: خذ لك طريقا لا يدخلك الكوفة ولا يردك المدينة. فلذلك في هالأثناء الحسين شاهد هذه الرؤيا، إلى أن وصل إلى كربلاء فوقف الجواد. عندئذ اجتمعت الجيوش، اجتمعت الألوف، فصاروا كالحلقة على الحسين. تصايحت النساء، قالت: سيدتنا زينب وقد رأت كثرتهم كالجراد المنتشر، أخ يا أبا عبد الله ردنا إلى وطن جدنا. قال: هيهات هيهات يا زينب، لو ترك القطاع لغفى ونام، بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسن، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم، ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كربون. قيل: هذه كربلاء. قال: كرب وبلاء. خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. فأطلتهم جنود كالجراد المنتشر، مع شمر وابن سعد كل كذاب أشير. شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس: يا حامي الضعينة، شور على الوالي يرد ابن المدينة. وهذه المحامي خدروها وخلنا هنشي، هل كيف نتقدم لأخويا حسين بالشوق؟ والأرض هذه كربلاء، ونور على نور، هل كيف نتقدم لأخويا حسين بالشوق؟ والأرض هذه كربلاء، والشهر عاشوا فوز وسعادة ومرجلة، ونورين على نور. هنا
محل المرجل وعز الرجاج. هادي يا زينب كربلاء عزنا وسعدنا، لو ننطرد بالسيف عنها ما انطردنا. وانتي يا اختي يا زينب من بعدنا، بشري بحز حبال وركوب المهازي، انا خايف يقول حسين ما شاروا علي الا من الذلة ومن خوف المنية، وانا على اسمي خود جد ومن سرية، الحرب ما هاب ولم لاقى الرجاج. صبط الرسول بكربلة تحير نجيبا، نادى شسم هالقاع يا اليوث الحاري، قالوا يا ابو السجادي اسمها الغاضريات، ولها اسم عند الخلايق شطيل افراد، معنى نواو العقر يا سيد السادات، قالهم قلب من الوجد يسعر لهي، بالله شي اسمها غير هادي يا صناديد، قالوا طفوفو كربلة يا ابن الأماجيد، قالهم دي نزلوا غير هذه الأرض ماريد، قولوا لزينب تستعد إلها المصيبة، قولوا لزينب تستعد إلها المصيبة، إن كان هذه كربلة بشرب بلايا، نزلوا ترى لاحت علامات المنايا، لازم بجانب هالأرض نبقى ضحايا، أجسادنا تبقى على الغبرة سليبة، وأجسادنا تبقى على الغبرة، كم شاب ما يهنى بشيبة بيض اللي معفون، كل نبثارها انضل عرايا ولا النقبور، هذه ما صارعنا وعدنا يوم عاشور، طير المنون اسمع على راسي نعيبا، طير المنون اسمع على راسي، إلا ثار برعيد صاحبي الصلاة عبا، قل البيت خلى يا خو يا ويرفع الرأس، لفعل فعل الحشور بتتحدث النار،
وأنا على اسم أخوك جدوم الحريبة نزلوا بحومة كربلا فتطلبت منهم عوائدها الطيور.